أمير المؤمنين عليا ولي الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم. خذ 10 من الكتب المختلفة كتب ضخمة 1000 صفحة مثلا، واجعلها في غرفة، رقمها، هذا الكتاب رقم 1، الكتاب الثاني رقم 2، ثم اذهب إلى الغابة وأتي بعشرة قرود وحشية غير مربات، اجعل في كل قفص قردا وأمامه آلة طابعة في القفص، ورقم هذه القردة، هذا القرد قرد رقم 1، ذاك رقم 2، وهكذا. هذه القردة تبدأ تعبث تقفز على آلة الطابعة. هل يمكن، هل يوجد هذا الاحتمال أن القرد رقم 1 في أول قفزة على آلة الطابعة تضغط أول حرف من الكتاب الأول الرقم 1؟ ممكن هذا الشيء يحدث؟ يعني مثلا الكتاب الأول، الكتاب رقم 1، أول حرف فيه مثلا أول كلمة كلمة حياة مثلا، أول حرف حرف الحاء، ممكن أن هذا القرد في أول قفزة، في أول ضغطة على آلة الطابعة يضغط على حرف الحاء، نفس الحرف الذي هو بداية الكتاب الأول؟ ممكن؟ احتمال جدا ضعيف. إذا كانت آلة الطابعة فيها 30 زر مثلا، طبعا أكثر، هي احتمال 1 من 30 يكون، يعني 3% تقريبا، أن هذا القرد أجلكم الله في أول قفزة يضغط الحرف الذي هو أول حرف من الكتاب رقم 1، احتمال ضعيف. ممكن أن القرد الأول يصنع هكذا، والقرد الثاني أيضا في أول قفزة عشوائية له على آلة الطابعة يضغط على أول حرف من الكتاب الثاني، مثلا الكتاب الثاني بدايته مثلا كلمة إنسان حرف الهمزة،
ممكن أن الأول يضغط على أول حرف من الكتاب الأول والثاني أيضا يضغط على أول حرف بالصدفة على أول حرف من الكتاب الثاني؟ ممكن؟ احتمال جدا ضئيل، واحد بالتسعمائة، صحيح؟ هل يمكن أن الثالث أيضا يصنع كذلك؟ الأول يضغط على أول حرف من الكتاب الأول، الثاني يضغط على أول حرف من الكتاب الثاني، الثالث أيضا يضغط على أول حرف من الكتاب الثالث، ممكن؟ تقريبا لا. أن يحدث ذلك بالصدفة؟ ما يحدث. هل يمكن أن العشرة كلها في أول قفزة عشوائية تضغط على أول حرف من أول من كتابها، الكتاب الذي مرقم برقمها؟ ممكن؟ مستحيل. كل العشرة، كل واحد منها بصورة عشوائية هو يقفز يضغط أول حرف من الكتاب الذي هو مرقم برقمه. احتمال حدوث ذلك كل العشرة في أول قفزة يضغطون على أول حرف للكتاب الذي رقم برقمهم، احتمال حدوث ذلك 1 من 500، أقل طبعا، النسبة أقل من هذا أيضا، 1 من 500 مليار احتمال، يعني استحالة، احتمال 1 من 500 مليار احتمال. هل يمكن أن هذه القردة في القفزة الثانية كلها، في القفزة الأولى كلها تضغط على الحرف الأول وفي القفزة الثانية تضغط على الحرف الثاني من كل كتاب؟ تعلمون الأرقام تكون تصاعدية، استحالة، بما لك كلمة الاستحالة من معنى. نسبة احتمال حدوث هذا الشيء في الحرف الأول والحرف الثاني، يعني في القفزة الأولى والقفزة الثانية، احتمال حدوث ذلك 1 من 250 مليار، مليار مليار، يعني اكتب رقم 1 في المخرج، اكتب رقم 2 5 أمامه 28 صفر، الرقم يكون 30 رقم، 250 مليار، مليار مليار، احتمال 1 من بين هذه الاحتمالات أن يحدث ذلك. هذه القردة كل واحد منها في المرة الأولى يضغط على الحرف الأول من الكتاب الذي مرقم باسمه وفي المرة الثانية يضغط على الحرف الثاني، استحالة، يعني استحالة، استحالة بما لكلمة الاستحالة من معنى. فكيف إذا فرضنا أن هذه القردة خلال أسبوع في كل قفزاتها تضغط على الحروف الصحيحة لهذا الكتاب إلى أن تنهي هذا الكتاب من دون وجود غلط، ممكن يحدث هذا الشيء؟ كتاب 1000 صفحة، كل قفزات كل هذه القردة العشرة تكون منضبطة بحيث لا يكون هناك ولا خطأ واحد، تطبع الكتاب كامل، كتاب من 1000 صفحة بالقفزات، القفزات العشوائية، ممكن؟ غير ممكن. إن قال لكم أحد من البشر أن هذا الشيء ممكن أن يحدث، لا شك بأن البشر كلهم يقولون هذا الشخص مجنون، إنسان عاقل لا يقول هذا الكلام. إذا قال شخص بالفعل بجد قال لا هذا الشيء ممكن أن يحدث، فهذا الشخص عند كل عقلاء العالم هو إنسان مجنون، يتفقون على جنونه، هذا إنسان مختل العقل، كل القردة كتاب 1000 صفحة من دون غلط في قفزات عشوائية، لا يمكن، لا يمكن، يعني لا يمكن، يعني استحالة، الحرف الأول استحالة، 1 من 500 مليار احتمال، هذا يعني استحالة، فكيف كل الكتاب؟ ولكن البشر الذين يقولون هذا الشخص
اللي يقول هذا الشيء ممكن هو مجنون من هؤلاء البشر كما يقولون تقديرا، تقديرات غير دقيقة طبعا، 600 مليون من هذا البشر يعتقدون بشيء أبعد استحالة من هذا الشيء. تفسير الملاحدة لنظرية الانفجار العظيم. الانفجار العظيم نظرية موجودة، بعض الناس يعتقدون بهذه النظرية، حتى بعض المتدينين بالأديان، بعض النصارى بعض اليهود أيضا يعتقدون، لهم تفسيرهم الخاص. لا علينا بتفسير أصحاب الأديان لهذه النظرية، نظرية الانفجار العظيم. لا، الملحدون تفسيرهم لهذه النظرية، هذه بداية الكون حسب هذه النظرية، الانفجار العظيم بداية الكون. كيف حدث هذا الكون؟ هذا الكون كيف هو موجود؟ كيف نحن موجودون؟ كيف السماوات، الأراضين، الكواكب، النجوم، هذه كيف موجودة؟ يقولون حسب تفسير الملاحدة طبعا أنه كانت هناك ذرة، ذرة واحدة لا تتجزأ، لشدة الحر، لشدة حرارة هذه الذرة. طبعا هذه الحرارة من أين حصلت؟ لا أعلم، لأنه ما كانت لا شمس، لا كان احتكاك، لأنه ذرة واحدة ما كان هناك احتكاك يولد حرارة، ما كانت هناك أصلا قوانين تكوينية، ما كان أي شيء، كانت هناك فقط ذرة. خب، هذه الذرة أصابتها حرارة شديدة، من أين؟ لا أعلم، لا بأس أتركه، أصابتها حرارة شديدة. بسبب هذه الحرارة الشديدة هذه الذرة من نفسها، من دون أن يكون لها خالق، لأنهم لا يعتقدون بوجود خالق الملاحدة، يقولون هي هذه الذرة، هذه الذرة لشدة الحرارة انفجرت. هذا الانفجار الذي حصل من نفسها لا بشخص يفجر، هذا الانفجار الذي حصل ولد مليارات المجرات، في كل مجرة ملايين النجوم مثل الشمس، كل نجم مثل الشمس لقوته وحرارته يجذب مجموعة من الكواكب. 500 يقولون أكثر علماء الفلك يقولون أكثر من 500 مليار مجرة توجد، كل مجرة فيها ملايين الشموس، المنظومات الشمسية، وحول كل شمس تدور مجموعة من الكواكب كثيرة قليلة. كل هذا وجد بانفجار، وكل شيء في مكانه الدقيق الصحيح، ووجد البشر وأنفه في هذا المكان، وعينه هذا المكان، أذنه، كله بسبب هذا الانفجار، الانفجار العشوائي، الانفجار الذي ما فجره شخص حكيم ولا عالم، هو حصل انفجار. في هذا الانفجار الإنسان صار شيء مضبوط، دمه يجري، قلبه يتحرك بصورة صحيحة، الكبد يتحرك، الحيوانات الموجودة، الجمادات الموجودة، الأشجار والنباتات، كل هذا الوجود الدقيق الدقيق وجد بسبب انفجار عشوائي، انفجار لا من عالم لا من حكيم، هو انفجر. استحالة هذه النظرية استحالتها ليست أشد من استحالة فكرة القردة العشرة؟ أشد بكثير، احتمال حدوث هكذا صدفة أضعف مليارات 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 المرات من قضية القردة العشرة. القردة العشرة تقفز 20,000 قفزة، 100,000 قفزة، 200,000 قفزة بالصدفة يصير كتاب كامل، يعني صدفة كلها اجمعها 10 ملايين قفزة صدفة. الكون كله مليارات مليارات الأجرام، في كل جرم مليارات مليارات الذرات، كل شيء في مكانه الدقيق. علماء الفلك يقولون هذه المنظومات الشمسية لو حركتها تتأخر أو تتقدم بمقدار جزء من مليار جزء من الثانية تنفجر، جزء يعني هكذا دقة.
لو حركتها تكون أسرع أو أبطأ بجزء من مليار جزء من الثانية، يعني هذا الجزء البسيط تنفجر، يعني حركة غاية في الدقة، كل ذلك حصل بسبب انفجار. الذي يقول بهذه النظرية الملحدون بتفسير الملحدين، هذا التفسير، هذا إنسان عاقل؟ تلك الفكرة جنونية ومن يقول بها فهو مجنون، هذا أغرب. 600 مليون كما يقولون، يقولون 8% تقريبا، حسب طبعا لا توجد إحصاءات دقيقة، إحصاءات تقديرية قريب 8% من البشر ملحدون، 8% تقريبا 600 مليون، 600 مليون من البشر يعتقدون بهذه العقيدة. مجانين هؤلاء؟ لا، عقلاء، فيهم شخصيات علمية، فيهم أطباء، فيهم مهندسون، فيهم علماء كمبيوتر، فيهم مدراء، فيهم رؤساء جمهورية، فيهم شخصيات سياسية، فيهم أثرياء، فيهم أصحاب شركات، أشكال. 600 مليون من البشر منتشرون في كل العالم، مجانين هؤلاء؟ لا، ترى إنسان عاقل سوي، كيف يعتقد بهذه العقيدة الجنونية؟ إخواني، اجعل في مكان، لا في المجرات هذا المكان الكبير، لا، اجعل في غرفة 10 تفاحات، فجر هذا واجعل كل تفاحة مكانها، قدر أن هذه التفاحة يلزم أن تكون عند الورد، هذه التفاحة يلزم أن تكون على الطاولة، هذه التفاحة يلزم أن تكون عند الكتاب الفلاني مثلا، اجمع التفاحات في وسط الغرفة ثم فجر كل تفاحة تجلس في مكانها. مستحيل، 10 تفاحات مستحيل أن تجلس في مكانها، 10 تفاحات بالانفجار. شخص عالم حكيم يأخذ التفاحة يجعلها في موضعها ممكن، أما بسبب الانفجار التفاحات كلها تذهب في مكانها المناسب، 10 تفاحات في غرفة ممكن؟ غير ممكن. الانفجار يبهدل المكان، الانفجار يجعل اضطراب في المكان. هذا الانفجار الذي حصل بالصدفة حصل، جعل كل هذه الأكوان، كل واحد من هذه الأكوان في مكانها المناسب. عاقل هذا الشخص يقول هالكلام؟ نعم، عقلاء. هذه الفكرة فكرة جنونية قطعا ويقينا، استحالتها أشد من استحالة تلك الفكرة. كيف عقلاء يقولون يعتقدون بفكرة جنونية؟ تتمكن أن تقول أنهم ليسوا عقلاء؟ لا، حتما بعضهم عقلاء. الفكرة فكرة جنونية. الجواب على ذلك، السر في كلمة واحدة، الإعلام. الإعلام، الإعلام يقلب الحق المطلق باطلا مطلقا، يقلب الباطل المطلق حقا مطلقا، وإن استخدم استخداما صحيحا يجعل الحق حقا والباطل باطلا. إعلام، في كل سنة أكثر من 1000 كتاب جديد يطبع يؤيد الإلحاد، جوانب مختلفة من الإلحاد. طبعا الناس يتأثرون بمستويات مختلفة، بنسخ كثيرة، ناهيك عن مواقع الإنترنت، ناهيك عن البرامج التلفزيونية، فقط الكتب التي تطبع في كل سنة أكثر من 1000 كتاب جديد في الإلحاد يطبع. إعلام، الإعلام يقلب المعادلات، إعلام قوي، مليارات الأموال وراء هذا الإعلام، هذا الإعلام الذي يبث الإلحاد بأشكال مختلفة، بصور مختلفة، لمستويات مختلفة، يبين لهم الإلحاد، يقنعهم بالإلحاد. بالفعل هذا الانفجار العظيم حدث بهذا التفسير الذي نحن نفسر للملحدون، يعني يأثر. في البداية ولا أحد كان يصدق الإلحاد، الإلحاد موضوع خلاف أبده بديهيات العقل. قل للملحد هذا الخاتم ما كان موجود، أنا كنت جالسا هنا مرة واحدة وجد هذا الخاتم، يقول أنت غير عاقل، خاتم صغير لا يمكن أن يوجد. قل له كنت جالسا ذرة من الذرات انفجرت تبدلت إلى خاتم صغير، يقول غير ممكن.
ولكن كل هذا العالم بسبب انفجار وجد، وكان انفجار ذرة واحدة فقط كانت انفجرت. يصدق هذا؟ تأثير الإعلام أقوى على الناس من تأثير الآباء والأمهات عليهم. على مر التاريخ لا أريد أن أذكر لكم أمثلة من الإسلام نفسه، الإعلام كيف عمل في صفوف المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الإعلام كيف غير كل شيء، غير عند الناس الذين قد حضروا غدير خوم، غير عند الناس الذين قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله، سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وآله مرارا وتكرارا، عند هؤلاء تغير إعلام. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمون بدأوا ينزلون سير نزولي شديد بسرعة بالغة، إلى أن وصل المسلمون إلى الحضيض، إلى القعر في زمن حكم يزيد بن معاوية عليه لعائن الله أبد الآبدين. في هذا الزمن، زمن الانحطاط، زمن التخلف، زمن أن كان المسلمون في الحضيض، في الانحرافات في مجال العقيدة، في الانحرافات العملية، علناً خليفتهم يشرب الخمر علناً، يرتكب، لا أريد أن أذكر الفواحش العجيبة والعجيبة. في هذا الزمن انبرت سيدة عظيمة بنت علي وفاطمة، السيدة زينب سلام الله عليها، لتقف بوحدها أمام أكبر إمبراطورية إعلامية على وجه الكرة الأرضية، الإمبراطورية الإعلامية لبني أمية، كانت عندها أكثر من 70,000 منبر، يعني 70,000 فضائية بحسابنا اليوم، ما كانت على وجه الكرة الأرضية إمبراطورية إعلامية مثل إمبراطورية بني أمية في ذلك الزمن. 70,000 شاعر يقول 70,000 منبر وعشرة من فوقهن يشتمون حيدرة، 70,000 منبر، يقولون العدد أكثر من هذا، بين 70,000 إلى 80,000 منبر، يعني 70,000 فضائية. أمام 70,000 فضائية وقفت السيدة زينب سلام الله عليها بوحدها، نسفتهم نسفا وبينت أن نهايتهم قريبة جدا، وحدث ما قالت، سنوات قلائل انتهت تلك الإمبراطورية الإعلامية، انتهت نسفت. السيدة زينب سلام الله عليها نحن نعرفها بالعفة، قمة العفة، إعجاز في العفة، العفة لا أقصد فقط الحجاب، الحجاب جانب من العفة، عفة النفس، هذا النفس الأبية، هذا النفس الكبيرة، في أشد الظروف، في أشد الأحوال، ما رضيت أن تأكل بني واحدة لقمة واحدة من الزكاة، هذه البنيات في رعايتي أنا، لا تأكل ولا بني واحدة لقمة، الزكاة حرام علينا. أي نفسية هذه؟ أي عفة هذه؟ نفسية أبية، بنت رسول الله، بنت أمير المؤمنين، بنت فاطمة الزهراء تأكل لقمة من الزكاة؟ أبدا. أنت السيدة زينب هي ما أكلت؟ لا، هذه البنية الصغيرة في رعايتي أنا، ما أقبل أن تأكل لقمة من الزكاة، هذه أي عفة؟ عفة إعجازية أم لا؟ يوجد شخص من البشر عنده هذه النفسية الأبية مثل هذه النفس؟
نبقى جائعين لا نأكل لقمة زكاة، زكاة حرام علينا. ملهمة البشر في الأف، ملهمة البشر في الصبر. صبرت حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. أحد الشعراء يقول كلمة جدا جميلة، يقول جاءت بصبر دون مفهومها الصبر. أي صبر صبرت سيدة زينب. ملهمة البشر في العلم، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة. ملهمة البشر في الشجاعة، توجد شجاعة مثل شجاعة السيدة زينب؟ امرأة من الناحية الظاهرية أسيرة، كل أهلها قد قتلوا الرجال، فقط بقي رجل واحد معه، مجموعة نساء أطفال أسرى أمام أكبر طاغوت على وجه الكرة الأرضية، أمام أقبح طاغوت، أمام أفحش طاغوت، أمام شخص غارق في أشد أنواع السكر، أمام هذا السفاك للدماء وحولها مجموعة من الجلاوزة بأيديهم أشكال من السيوف والسياط ينتظرون فقط إشارة من هذا الطاغوت حتى ينهالوا على هؤلاء النسوة والبنات بما يأمر هذا الطاغوت. هكذا وضع، في هذا الوضع تقف أمامه تسفله وتعريه أيما تعريه. أي شجاعة هذا؟ توجد شجاعة مثل هذه الشجاعة؟ طبعا هي بنت علي، هي بنت فاطمة، ورثت الشجاعة من أبيها، من أمها، من جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الأشياء إجمالا نعرفها، هي ملهمة البشر في هذه الأشياء، ولكن هي ملهمة البشر ما لا نعرفه، هي ملهمة البشر في الإعلام. كيف استخدمت الإعلام؟ إخواني الشيعة وإن كانوا متأخرين في هذا المجال ولكن بدأوا ولله الحمد، عندهم بدأت الشيعة تهتم بالدراسات. الدراسات يعني ماذا؟ دراسة يعني تركز على نقطة معينة، على شخصية معينة، على شيء معين، على فكرة معينة، تركيز. التركيز يكشف أشياء خافية. اليوم نجد دراسات ودراسات عن شخصيات شيعية. قبل أيام قرأت دراسة عن السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، دراسة عن زاوية خاصة من هذه الشخصية. لماذا الدراسات؟ لكي نعظم السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه؟ لا، جانب منه تعظيم، الجانب الأهم لكي نتعلم. في الدراسات ربما دراسة 100 صفحة، في هذه 100 صفحة تجد نقطتين، 3 نقاط ذهبية تنفعك طيلة حياتك. قبل أيام، قبل فترة قصيرة، كانت هناك دراسة عن الميرزا محمد تقي الشيرازي، دراسة جميلة. في هذه الدراسة كانت نقطة جدا مهمة، هذه النقطة لعلي لا أنساها إلى آخر عمري وأستفيد منها إلى آخر عمري. نقطة واحدة في حياة شخصية عظيمة في زاوية معينة من حياتي، قضية ثورة 20، عن هذه القضية كانت ثورة 20، ثورة عجيبة، شخص وقف أمام أكبر إمبراطورية في العالم ذاك الوقت بريطانيا وأخرجها من العراق، كيف؟ هذا يحتاج إلى دراسة حتى أتعلم أنا، لا حتى أعظمه. إخواني السيدة زينب سلام الله عليها بوحدها وقفت أمام هذا الإعلام القوي، كيف؟ جانب المصيبة في حياة السيدة زينب، الخطباء الكرام يذكرون هذا الجانب لله الحمد، بعض الشيء يذكر جانبها، جانب الصبر، كيف نستلهم من السيدة زينب الصبر، هذا الشيء إجمالا يذكر إلى حد ما. جانب العفة يذكر، جانب الإعلام كيف وقفت، هذه تحتاج إلى تركيز حتى نستفيد. أظن أن هذا الجانب مهمل أمام هكذا إعلام، الشخص يقف وبالفعل يؤثر. القضية قضية إلهية، كانت دم شخص قتل في صحراء اسمها كربلاء، أصلا أكثر البشر ما كانوا قد سمعوا اسم كربلاء، حتى المسلمين ما كانوا يعرفون هذه المنطقة. شخص قتل حسب نظرة الجبابرة دمه ذهب هدرا، خلاص
السيدة زينب من الناحية الظاهرية الله عز وجل رفع هذا الدم، أشهد أن دمك سكن في الخلد، هذا شيء غيبي. السيدة زينب من الناحية الظاهرية وقفت، جعلت هذا الدم يغلي، لا أنه ما مات هذا الدم، لا أنه ما نسي، يغلي إلى آخر الدنيا ويفجر الجبابرة وينزل الطغاة من على كراسيهم على مر التاريخ. كيف صنعت هذا الشيء أمام ذلك الإعلام؟ كيف؟ هذا يحتاج إلى تركيز أم لا؟ يحتاج إلى مراكز دراسات تدرس هذا الشيء؟ يحتاج إلى الإعلام يركز على هذا الجانب؟ النقطة الأخيرة، هذه النقطة كانت لنا، كيف نستفيد من حياة السيدة زينب سلام الله عليها في هذا الجانب؟ النقطة الأخيرة للآخرين، أسأل منكم سؤالا، أنتم تعرفون جواب هذا السؤال، من هو الشخص الذي، هذا كان نموذج أذكر لكم، من هو الشخص الذي كتب أكبر عدد من الكتب في تاريخ البشر؟ تعرفون المرجع الراحل للسيد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، موسوعته الفقهية فقط لعلها تتجاوز 160 مجلد، فقط موسوعة واحد من موسوعاته، عندهم موسوعات وموسوعات تعرفون. طبعا هذه الموسوعة جدا صعبة، كتابة هذه الموسوعة ليست شيئا سهلا، موسوعة تخصصية، صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه جعل كل حياته على موسوعة واحدة فقط 43 مجلد فقط، تمكن أن يكتب موسوعة فقهية من 43 مجلد في زمانها، أكبر موسوعة في الفقه، ما كان قبل هذه الموسوعة ولا بعد هذه الموسوعة موسوعة من 43 مجلد موسوعة تخصصية فقهية، ما موجود، صعب جدا، فقط موسوعة من موسوعات السيد الشيرازي 160 مجلد تقريبا أو أكثر. أحد العلماء، أحد مراجع التقليد موجود الآن، حي يرزق أدام الله ظله الشريف، هو أكبر طبعا سنا من السيد المرحوم الشيرازي رضوان الله عليه، كان يقول، ينقل عنه أنه كان يقول لو كان شخص يأتي ويستنسخ، فقط يستنسخ، يعني الكتاب أمامه يستنسخ موسوعة الفقه يصبح فقيها، لو فقط يستنسخ فكيف بالشخص الذي ألف هذه الموسوعة؟ وموسوعات وموسوعات، لعله فقط الموسوعات أكثر من 300 مجلد فقط الموسوعات، ناهيك عن بقية الكتب، كم عدد الكتب الآن ليست لي إحصائية دقيقة لا أعرف، لعله أكثر من 1200 كتاب صحيح؟ الآن أنت أدخل في إحدى محركات البحث كلمة أكبر مؤلف في التاريخ، أعظم مؤلف في التاريخ، أكثر شخص ألف في التاريخ، الكلمات المختلفة اكتب، هذا الاسم لا تجده أصلا في الإنترنت أصلا أصلا وأبدا، يأتي لك بعشرة أسماء بعشرين اسم، هذا الاسم غير موجود، سيد محمد الشيرازي ما موجود أصلا، يأتي باسم فلان شخص لا أريد أن أذكر اسمه، مشهور بأنه أكبر مؤلف في التاريخ، كل كتبه 58 كتاب و13 أو 18 بحث، كل تآليفه طبعا تآليفه خرط في خرط، هذا لا علينا، بمضمون التآليف مجموعة قصص خيالية، هو أكثر شيء كتبه في القصص الخيالية، أشياء خيالية، كل كتبه 58 كتاب و18 أو 13 بحث، هذا أكبر مؤلف ومشهور في العالم. القضية ليست قضية سيد محمد الشيرازي، القضية قضية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كل ما يرتبط بأهل البيت منسي، أين اسم أمير المؤمنين في العالم صلوات الله وسلامه عليه؟ أين اسم الإمام الصادق في العالم؟ العظمة العلمية للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أينها في العالم؟ أين دوران الأرض؟ هناك كتاب تعرفون، كتاب مشهور، المئة، اسمه المئة، الناس يعبرون عنه بالمئة الأوائل، اسم الكتاب ليس المئة الأوائل، المئة، أهم شخصيات حسب نظرة المؤلف، هو بدأ الشخصيات مع أنه غير مسلم، بدأ الشخصيات باسم النبي صلى الله عليه وآله، صلى عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الشخص الثاني جعل شخص من المكتشفين، الشخص الثالث جعل المسيح، الرابع الخامس أشخاص بعنوان أهم شخصيات أثرت في البشر، من جملة الشخصيات
الشخص الذي اكتشف دوران الأرض حول الشمس، هذا العالم المشهور لا أريد أن أذكر اسمه، يا أخي قبل هذا الشخص بـ800 سنة، قبله بـ800 سنة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بيّن هذا الشيء في توحيد المفضل الموجود. أين اسم الإمام الصادق؟ لا تريد أن تذكر اسم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. نصير الدين الطوسي، نصير الدين الطوسي عنده كتاب مؤلف موجود في الجامعات المشهورة في العالم، موجود الكتاب، رسم صورة، أصلا رسم صورة، الصورة موجودة في الإنترنت تتمكن أن تبحث عنها، رسم صورة كيفية دوران الأرض حول الشمس. نصير الدين الطوسي كان قبل هذا الرجل بـ400 سنة تقريبا. نصير الدين الطوسي توفي سنة 1200 وكذا ميلادية، هذا الشخص توفي سنة 1600 وكذا، يعني بعد تقريبا 400 سنة من نصير الدين الطوسي. لماذا لا ينسب هذا الشيء إلى نصير الدين الطوسي، ينسب إلى هذا الرجل؟ شيعي، شيعي عدل يبين بكل صراحة اعتقاده بالأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم في كتاب تجديد الاعتقاد، في كتب ثانية، عندما يموت قبل موته يوصي بأنه يدفن عند الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام ويكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. بالفعل موجود، موجود الذين ذهبوا رأوا، يعني أنا كلب هؤلاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. شيعي، شيعي عدل يلزم أن ينسف، من الذي يلزم أن يدافع عن هؤلاء؟ أولئك، أولئك هكذا يصنعون، شيء موجود في جامعات العالم، موجود يدرس حتى. أول من اكتشف دوران الأرض حول الشمس فلان شخص، هذا ذنب من؟ ليس ذنبي أنا؟ من يلزم أن يعرف نصير الدين الطوسي؟ لا علي بنصير الدين الطوسي، القضية مو قضية نصير الدين الطوسي، قضية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نصير الدين الطوسي لأنه شيعي هكذا منسي، السيد محمد الشيرازي لأنه شيعي هكذا منسي، لو كان نصراني كان ينشر اسمه في كل العالم، لو كان من العامة كان ينشر اسمه في كل العالم، شيعي. السيدة زينب أين اسمها؟ هذه العظيمة أين اسمها؟ من يعرف السيدة زينب صلوات الله عليها؟ الناس لا يعرفونها، يعرفون فلان شخص وقف بوجه طاغوت عادي قال كلمة واحدة. السيدة زينب نسفت ذلك الطاغوت نسفا، نسفته نسفا، ليست مهمة. ما يلزم أن يقف لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ وإذا رفع راية شخص منا كلنا نخذله، أولهم أنا، من منا يقف لرافعي الراية، راية الدفاع عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نحن نقف لهم؟ ذنب من؟ أمير المؤمنين. هذا المال لا علي بالكتاب، المال أوائل، ليس مهما أصلا، ذكر اسم النبي ما ذكر اسم النبي، ولكن اعترف بعظمة النبي بجانب من عظمة النبي صلى الله عليه وآله في كتابه. بقية أهل البيت أينهم في كتاب هذا الكتاب، نفس الكتاب؟ أمير المؤمنين أين؟ أمير المؤمنين من عظماء تاريخ البشر أم لا؟ حتى لو لم يكن إماما، أين أمير المؤمنين؟ أين الإمام الصادق؟ الإمام الباقر أينه؟ الإمام الصادق أحد الخطباء الكرام قبل أيام نقل لي هناك كتاب على وشك الطباعة 5300 على ما ببالي من الرقم، 5300 من تلاميذ الإمام الصادق أسماءهم موجودة اليوم. في ذلك الزمن ربى 5300 عالم، أي عظمة هذه؟ أي جامعة كانت في ذلك الزمن 5300 عالم؟ أسماءهم موجودة، لعل العدد أكبر، هذه الأسماء الموجودة 5300. أين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام؟ من العالم يعرف الإمام الصادق، يعرف عظمة الإمام الصادق، كلمات الإمام الصادق، كيف تحدث عن الذرة، كيف تحدث عن الماء، عن جزيئات الماء، كيف تحدث الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن أن الماء قد تبدل إلى مادة محرقة، هذا الشيء كان الناس يضحكون عليه، اليوم هذا الشيء يطبق، المادة التي يقطعون بها الفولاذ، الفولاذ لا يقطع بأي شيء لصلابته لقوته، المادة التي تتمكن أن تقطع الفولاذ مادة مصنعة من الماء فقط، يقلبون معادلات الماء، الاثنين يجعلونه واحد، الواحد يجعلونه اثنين، لعله هذا الشيء تتبدل إلى مادة صفراء محرقة درجة حرارتها، حرارة هذه المادة 6000 درجتين أو 6004 درجات، درجة الحرارة
الماء الذي يغلي 100 درجة، درجة حرارة هذه المادة 6204، يتمكنون أن يقطعوا بهذه المادة الفولاذ، مادة محرقة. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1300 عام بيّن هذا الشيء. أين الإمام الباقر؟ لا يوجد في الإعلام، لا يعرفه الناس. ذنبنا، السيدة زينب مو معروفة، ذنبنا. نتوقع النصراني يعرف السيدة زينب للعالم، أو اليهودي أو البوذي؟ طبعا لا يعرفه. أنا يلزم أن أعرف؟ أنا أخذل. شخص يرفع الراية يريد أن يعرف؟ الكر يحاربه. إذا ما حاربه على الأقل يتقاعس، يتقاعد، يتهم. هذا الذي رافع راية مرجع تقليد مقدس يتهم بألف تهمة. لماذا؟ لأنه رفع راية. قبل فترة رأيت مقطع أخذوه، مقطع ملفق من مرجع تقليد موجود حي، أدام الله ظله الشريف، مقطع مفبرك مقطع، كأن هذا المرجع يتكلم ضد النساء كلام سيء. المقطع بالفارسي، ثم ترجموا هذا المقطع إلى اللغة العربية، كتابة عربية. المقطع الأصلي خلاف ذلك تماما، هو يمدح مكانة المرأة. أخذوا جزيئات، صنعوا شيء مفبرك، نشروه أيما نشر. أنا تصورت أن هذا المقطع نشر باللغة الفرنسية والعربية، ثم فيما بعد علمنا أن هذا المقطع ترجم باللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية واللغة الفرنسية، حتى ترجموا هذا المقطع إلى اللغة الصينية. تشويه، تشويه سمعة هذا المرجع. لماذا؟ لأنه رافع راية أهل البيت عليه الصلاة والسلام، يدافع عن أهل البيت. وأنا وأمثالي نتقاعس عن دفاع، عن الدفاع، عن الوقوف لهذا المرجع. هذا لا يحتاج أن يقف الإنسان ده. أول من يقصر أنا. التجار يقصرون، السياسيون يقصرون، لا يذكرون حتى اسمه، يأبون أن يقفوا له. في إعلامنا لا نذكر اسمه، لا يقف أحد. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أنت والله روح، إن شاء الله الإمام صاحب الزمان ينصرك. بل بالفعل الإمام ينصره، هو عينه على لطف الإمام، أرواحنا فداه لا علينا. ولكن أنا أين أنا؟ أنا مشغول بزوجتي وأهلي وبيتي وتجارتي وخلاص. وفي مال لا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أنا مكاني زين. السيدة زينب سلام الله عليها، عظمتها ملهمة البشر. في العلم لا نعرف علمها، في الصبر نعرف شيئا من صبرها، في العفاف نعرف شيئا من عفافها، في الشجاعة نعرف شيئا من شجاعتها، في الإعلام لا نعرف شيئا عنها. دراسات لأنفسنا لكي نستفيد، إعلام للآخرين. أبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة لمولد بنت أمير المؤمنين وبنت الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وآله، السيدة زينب سلام الله عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بشفاعتها في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجنا بها، الحوائج الدنيوية، الحوائج الدينية، الحوائج الأخروية. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.